ألو، كيف عايدة؟ قولي لي، وصلتوا على المشفى ولا لسه؟ لا، لساتنا على الطريق، ما وصلنا. طيب، ما قالوا لكم كيف؟ ما بعرف، بس نوصل على المشفى بخبرك. بعرف إنه أنا تأخرت كتير، بس لازم أقول لك شغلة مهمة. هلا ما بنقدر نحكي لأنه مضطرة أسكر وأحكي مع فرات. انتبهي على أخوكي. مين عم يتصل؟ أمّا؟ وليش ما عم ترد بقى؟ لأنه مو عارفان شو بدي إلا اللي عم تعمل عملية مو مثل المغمى عليها، وشو هي العملية ما بعرف، ما رضوا يحكوا لنا. طيب إلا اللي صاير وخلاص. ألو؟ إيه فرات، ليش ما عم بترد؟ فتونا إحنا بالمشفى. عايدة شلونة؟ شو صاير معه؟ اهدي شوي هلأ، دخلوه على غرفة العمليات. ليش؟ عملية شو؟ بصراحة ما خبرنا الدكتور، بس كل شيء رح يتحسن وأنا قدام غرفة العمليات واقف. شو قال لك فرات؟ قال عايدة دخلوها على غرفة العمليات والدكتور ما قال له شيء عن وضع بنوب. إن شاء الله خير، لا تفكري بشغلات سيئة. ما بتعرف تسوق أسرع من هيك؟ أنا عقلي رح يطق وإنت ماشي لي على أقل من مهلك. أنا بهالطريق ما بطلع فوق 90. وقف السيارة على جنب. ها؟ عم قل لك وقف، ما سمعتني؟ يلا انزل. طيب قولي لي ليش؟ قلت لك انزل خلصني. طيب وبعدين شو بدي اقول له؟ لك انزل، استعجل. والله بيذبحني. السيارة وين اخذتيها؟ خالي انا ما بدي اشوف هالمرة، لهيك رح روح. المريضة شلون وضعها هلأ؟ دكتورة بيخبركم بس يطلع. لهلأ ما حدا خبرنا شي، ممكن تطمنا عنها لو سمحت؟ لو انكم تأخرتوا شوية تانية يمكن ما كانت نفذت. البنت فقدت دم كتير ورح ما تأثر بجوز. ليش حتى يتأثر؟ لأنها فقدت الجنين. جنين؟ خالي هذا شو عم بيقول؟ البنت ما رح تطلع أحسن من أمها. بلال قلت لك بكف سكوت بقى. خلص خالي، الله يخليك، إن شاء الله ما بتصحى من البنج وإلا أنا رح موتها. تعال هون ولا تعال، شو اللي عم بتقوله هاد؟ بكرة بتشوف، لما غلطت عمتي شفت عمي شو ساوى، إذا بيدرى حيموتها. بلال اصحك تقول أي شي لحدا. ليش خالي؟ أنت بتوافق بنتك تعمل هيك؟ شو خال، شو صار لك؟ سكتت؟ بلال انت ما رح تقول شي لحدا، كلياتنا اكيد بنغلط. هاد بتسمي غلط؟ البنت عايبة الله ياخدها. لا تخليني افوت صبري، اللي عم تحكي عنها هي اختك. بعدين انت ما غلطتوا لا؟ عن اي غلط عم تحكي؟ ليك شو عم بيقول؟ انت مو اول تلفتون وما فتحت تمها؟ لو انا اشتكت عليك وين بتكون هلا؟ اكيد بتكون بالاصلاحيه ومستقبلك هلا كان منتهي. وهالمره بالمقابل شو عملت؟ بتعرف شو قالت لي بوقتها؟ قالت حرام هذا شب وما بدي مستقبله ينتهي كرمالي. هاي الشهامة بتولد مع الواحد من أول يوم، وهي المرة في جواتها كتير، مو مقدر التضحية اللي ساوتها؟ بكفي خالي خلصنا، أنت عم تسكتني كرمال الستفتون؟ بلال أنا ما عدت فهمت عليك، الظاهر أنت عشقانة يا خالي، البنت وسخت سمعتنا مثل أمها الواطية. بلال بلال محتاجين كيس دم لمريضتنا زمرة آسل، بزمرتك مطابقة؟ لا والله زمرتي مو مطابقة. ما رح أتبرع على مستحيل، خليها تنقبر. بلال
شو هالحكي؟ معقول ما لقيتوا لكم حدا يتبرع بنص كيلو دم بكل هالبلد يعني؟ طيب ماشي، انا عم بستنى خبر منكم. الو فرات، في اخبار جديده عن عايده؟ لساتها بالعمليه ولا طلعت؟ لا لا لساتها جوا لهلا. فتون، انت زمره دمك شو هي؟ نفس زمره عايده؟ ايه نفس زمره دمها. شو في فرات؟ لا تكون عايده بخطر. نوب، لا تشغلي بالك، عايده لزمه شويه دم ولهيك عم يسالوني شو زمره دمي. انت وينك هلا مطوله؟ ما بقي لنا غير شوي رح نوصل. فرات ارجوك سعاده لبنتي، انا بوثق فيك. تمام خلص، عملك ما في شيء، تعي لهون عم ننتظرك. خير شو في؟ عم يدوروا لها على دم لعايده، ظاهر حالتها مو منيحه بنوب. اما لعايده ليك جاي على الطريق وزمره دمها آه سلبي. خلص لقينا، ما عاد في لزوم. خالي بدي امشي، بس لا تقلها لهديك المره اني تبرعت بالدم او اني لقيتها. يلا هلا بخاطر. لسا ما طلعت لهلا؟ في شي اخبار عنا؟ شلون وضعها؟ هدي لك شوي، هي منيحه وكل شي تمام. كيف بدي اهدى بهالوضع فرات؟ انا رح اتبرع بالدم، اللي لعند مين بدي روح؟ خلص ما في داعي لانه نلاقوا. ابني يلا احكي كيف وضعها هلا؟ انت هون دكتور محمد؟ دكتور طمني، شلون صارت بنتي؟ انت عملت العمليه لحفيدتي دكتور؟ تكون حفيدتك قدريه خانم؟ ايه حفيدتي. دكتور اذا ممكن طمني شو صار؟ طمني ما في شي، وبس تصحى من البنج بنطالعها على غرفتها. يا روحي يا عايدة، طيب شو كان فيها؟ ممكن احكي معك على انفراد؟ دكتور في شي بخوف؟ احكي لي لو سمحت. اطمني ما في داعي تقلقي، وضعها منيح، بس على الاغلب بنتك اكله ضربه قويه بمنطقه الخصر والبطن. قلت لي ضربة؟ نحن منعتقد إنها تكون ضربة عنيفة، ممكن تعرضت لحادث سيارة. سيارة؟ من إمتى؟ ما بقدر حدد لك بالضبط، بس تقريبا يومين ثلاثة. لا مستحيل يكون في حادث، البنات طول اليوم بالقصر عنا، ما صار معها لا حادث ولا شيء. بس تفيق فيكن تسألوها بنفسكن. طيب صار معها نزيف داخلي؟ قلي بصراحة لو سمحت. بنتك نتيجة الضربة يلي تعرضت لها للأسف أجهضت. أجهضت؟ أجهضت حمل مدته 8 أسابيع، ولما أجت لهون كانت نازفة دم كتير. مو معقول يكون هيك، مو ممكن. لا ابني متأكد من هالحكي؟ عايدة هاي بتكون حفيدتي. انتو تفاجأتوا كتير كأنه ما عندكم خبر؟ يا دكتور انت عارفان شو عم تقول؟ بنتي عمرها 16 سنة، شو فهمة بهالأمور؟ اهدي شوي يا خانم. آسف قدري يا خانم، بعتذر. ابني لحظة شوي. تفضلي قدرية خانم. اسمع، انت من 20 سنة الدكتور تبع عائلتنا، لسه ما كان عمرك 30 سنة لما اجيت لهون. انا دايما كنت بعتبرك واحد مننا. وانا هيك بعتبركم.
البنت صغيرة وأذنبت، ليك أمها كيف انهارت. دخيلك يا ابني، ما بدنا حدا يدرى بهالشي، كيف ما كان ربنا أمر بالستر. أستغفر الله قدري يا خانم، فيكن تطمن. يعني ما بتعرف شو بصير، بجوز تجي لعندك كنتي أمينة أو تسنيم تجي مراجعة، وبجوز تزلق قدامهم بكلمة هيك ولا هيك. معقول يا خانم؟ خلص ما تشغلي بالك. رح أطول البنت من المشفى ولا رح تخرجوها؟ لا ما أنا مطولة، بكرة رح نخرجها، بس هي فقدة الدم ولازم ترتاح وتتغذى كتير منيح. يسلموا إيديك يا ابني، شكرا. تقوم بالسلامة. الواحد بشوف كتير يا روحي، وما عاد فينا نغير شي، الوقت مضى. لا تستسلمي بسهولة، انتي ام ولازم تكوني قوية كتير يا بنتي. اذا الامهات انهاروا البيوت تبعاتهم بتنهار، باذن الله رح يرجع كل شي مثل ما كان واحسن، ورح ذكرك.